والله بغيت اقول استر عليك العيال عندي كلمه قولها لا تشبع فيهم والله العظيم بالطاقيه انك كانك هو يلا قل استا يا شباب مبادره من الموقع هذاك استر عليك يا معلم اقول اللهم صل على محمد صل على محمد يا شباب احيانا شباب خليك كمل جاب خلي باحد يري يلا انت قوي تستطيع افعل يو كان دو ات يو كان شباب احيان تستغرب لعبه احيان تشتاق المشاعر للكلام العذب مثل ما تشتاق الحناجر للماء العذب وتشتاق اليدين للفعل الذرب يلا فانا احب ان اروي مشاعركم بين يا سلطان الأمير get out أروي مشاعركم بدعوة جميلة أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك يجمعنا في جنات النعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا وانا أخوك معليش معليش في كل واحد منا سلقة؟ نعم هذا الشيء اللي كنت ابغاه لانك ضحكتنا كلنا نعم خلاص من يعني من باب نداء يعني ان شاء الله من باب الصدقه انا تصدقت عليكم بهذه الابتسامه الجميله تصدقوا في وقفه لهم اجتهد ولو بالقليل قبل يوم الرحيل ضبطت جزاكم خير غير غير في نداتك لا تفشلنا على رجلك خلاص 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 انت معنا يلا مشينا اي صح وانت بعد الله يعطيك العافيه والصحه السلام عليكم يا رجل اشد الخبل اقسم بالله ما تراجع شيء حملة العمدة سيروا